وبعد انتظار طال وطال وطال، وكان الانتظار عبارة عن 3 سنين من 2019 منذ صدور الموسم الأول، رجعنا اليوم وأخيرا الموسم الثاني من أنمي فينلاند ساغا. قصة الموسم الثاني من أنمي فينلاند ساغا راح تحكي عن شخصية ثورفين وتحديدا عن الأمور النفسية. مع بدء عهد ألفية جديدة راح يبحث ثورفين جاهدا عن معنى لحياته، وبتلك الأثناء يا صديقي راح يسعى ملك إنجلترا الجديد لتوسيع نطاق حكمه. الحلقة الأولى من الموسم الثاني يا صديقي كانت حلقة خفيفة، حلقة لحتى بس نرجع ذاكرتنا لحتى ندخل في جو فينلاند ساغا. في بعض الأشياء من خلال الحلقة أنت عم تتفرج رح تحس أنك أنت عم تتفرج على الموسم الأول، ولا كأنه في عندك فرق 3 سنين. انغماسك في الأحداث ومشيك مع القصة وكأنك فعلا في أجواء الموسم الأول، هاي نقطة في البداية تحسب للموسم الثاني من حلقته الأولى، على أنه يا صديقي خلال الحلقة الأولى ما ظهرت عنا غير شخصيتين يعتبروا معروفين من الموسم الأول، وأساساً الشخصية الأولى ظهرت لمشهد مدته يمكن دقيقة واحدة، والشخصية الثانية هي شخصية ثورفين طلع عنا في نهاية الحلقة لمدة تقريباً 5 أو 10 ثواني فقط لا غير، يعني أساساً لا يحسبوا أنه هن ظهروا في الحلقة. بطل الحلقة أتوقع شخصية راح تكون موجودة معنا خلال الموسم الثاني، شخصية مستفزة لأبعد الحدود راح نحكي عليها بعد شوي، ولكن برجع بقول لك انطباع عام عن الحلقة كان انطباع جيد، اني انا فعلا عايش معهم وكأني انا في اجواء الموسم الاول، فهذا الشعور كان جميل. وطبعا ما ممكن نحكم على الاحداث ونحكم على الموسم من اوله نقول انه والله الحلقة تعتبر سيئة جدا، لا يا جماعة ما في احداث صح، ولكن هي فقط لتدخيل المشاهد للجو. وطبعا مثل ما بنعرف انه ابتداء من اليوم يعني كل يوم تنين رح يكون في عنا حلقة جديدة للانمي، من ممكن انكم انتم تحضروا الانمي على نتفليكس. انا اول ما طلعت او اول ما صدرت الحلقة فورا نزلت على نتفليكس تفرجت عليها وهلأ عم صور الفيديو. مع الأخذ بالعلم أنه في اليابان صدرت قبل تقريبا 3/4 ساعة، أتوقع قبل 3/4 ساعة صدرت من نتفليكس، بعد 3/4 ساعة كانت الحلقة موجودة على نتفليكس، فما في عنا مشاكل من هاي الناحية. ولا الناس اللي بتتفرج بالسكة الشمال أتوقع الحلقة صارت موجودة كمان أونلاين ممكن تتفرجوا عليها. نرجع للمهم يا صديقي واللي هو الحلقة الأولى. مثل ما حكينا إنه الحلقة كانت بعنوان عبد، ومن الواضح إنه الأحداث رح تكون متعلقة في العبودية. وفعلا يا صديقي من اول حلقه لاخر حلقه تقريبا هن عم بيحكونا عن العبوديه وشلون كانوا بهديك الفتره العبوديه منتشره، وشلون كان الموضوع عباره عن انه الفايكنجز بيجوا بيسرقوا بينهبوا بيروحوا بياخذوا هدول الناس وبيبيعوهم كالعبوديه اللي هي معروفه اساسا. ولكن اذا بدنا ندخل شوي بشكل عميق في الاحداث، في شغله تعتبر جميله جدا في المشهد الاول تقريبا من الحلقه، او خليني اقول لك اول 5 دقائق من الحلقه، اول 10 دقائق كان في شيء عميق انا حبيته بصراحه، واللي هو مشهد شخصيه انر وقت اللي كان قاعد هو وامه واخته. امه واخته كانوا شخصيات مريحه، شخصيات كانت قاعده عم تضحك هن قاعدين عم بياكلوا، ولكن كان هو قاعد اخذ دور الانسان الجدي، اخذ دور الانسان اللي انا ماسك الفأس بدي اكسر الشجر وبدي اتمرن وبدي اعمل وبدي اساوي. فبتجي امه وبتساله انه انت ليش عم تتدرب، ليش فجاه هلا صرت تتدرب؟ فبيقول لها وقت اللي بدهم يجوا أنا بدي أحميكم، أنا بدي أحمي هاي القرية اللي أنا أعدت إنشائها من الصفر. بيجي بيذكر وبيقول إنه أبوي مات، فأخته وأمه بيضلوا في هذا الجو المريح، فبيطلع عليهم بيقول لهم إنه أنتوا شلون عم تضحكوا وبتلعبوا وما عندكم أي مشكلة وأنا عم بذكر هذا الموضوع على إنه أبونا مات تضحية لحتى نحن نعيش هاي الحياة. فإنر بيحكي على شغلة من وجهة نظره، بيقول إنه نحن دائما عم نخسر، إيش ما عملنا وإيش ما سوينا نحن طول الوقت عم نخسر. فمن منظوره ومن وجهة نظره شايف إنه موت أبوه كان خسارة، ولكن تجي أمه وبتقول له وجهة نظرة، بتعطيه منظور جديد. هون موضوع المنظورات بتلعب دائما دور، بتقول له إنه أنت شايف الموضوع على إنه أبوك وقت اللي مات فهي تعتبر خسارة، ولكن وقت أنت تطلع على المستقبل، وقت اللي مات أبوك أوكي نحن زعلنا عليه، ولكن مات تضحية منشاننا، ضحى بحياته لحتى نحن نرجع لهون، نرجع نبني ونعمل، فشوف شلون شخص واحد بسبب التضحية اللي هو عملها، تفرج نحن إيش عملنا، عملنا هذا الحقل وعملنا هذا البيت ورجعنا الحياة الطبيعية الهادئة الساكنة. فوجهة النظر هي بتطرح سؤال، هل نحن لازم نطلع على نص الكاسة الفاضي ولا نص الكاسة الملان؟ فتضحية الأب يا صديقي هي نص الكاسة الفاضي، ولكن ما بعد هذا
الموضوع بسبب التضحية والحياة الجديدة الساكنة الهادئة والحقل اللي موجود، وهدول الناس اللي عاشوا بسكينة بسبب هاي التضحية، ممكن نقول انه هاي هي نص الكاسة الملان. فوجهة النظر هاي بتقلك انه دائما طلع على نص الكاسة الملان، لا تطلع على نص الكاسة الفاضي. ولكن بالحدث اللي بعده بنشوف انه المصيبة قد حلت، حلوا جماعة الفايكنجز، اجوا بدهم يدمروا ويكسروا ويطبشوا ويحرقوا كالعادة، الشيء اللي نحن نعرفه اساسا عن الفايكنجز. في بداية هذا الفيديو يا صديقي قلت لك انه شخصية إينار من الشخصيات جدا 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 مستفزة. بنشوف انه هو في البداية وتليمو قالت له انه انت ليش عم تتدرب فجأة، قال له انه انا عم بتدرب لحتى احمي الكل. وقت اللي حلت المصيبة بنشوفه انه هو عم يهرب، وهذا الطبيعي، الناس هدول جماعة الفايكنجز ما عندهم مخ، بيجوا بس بيقتلوا بهمجية بوحشية، وهذا الشيء الجميل اللي نحن بنعرفه اساسا من الموسم الاول بفينلاند ساغا تحديدا، انه هدول الناس بيقضوا بوحشية، ما عندهم تفكير، على انه انا عندي وجهة نظر مختلفة حولهم، ممكن في الاحداث القادمة اذا صار شيء معين بحكي لكم عن وجهة نظري خلالهم، انا ما بشوفهم هن متوحشين 100%، لهم وجهة نظرهم، لهم منظورهم، لهم السبب اللي بيخليهم يصيروا وحشيين، نحكي على هذا الموضوع بعدين. ولكن وقت اللي هو شاف انه هدول الناس انا ما ممكن اعمل شيء، فبياخذ امه واخته وبيصيروا بيهربوا فعلا، ولكن اللي بيصير انه بيجي سهم وبيضرب الام، بيقتل الام. هون انت من المنطقي كالرجال الوحيد الموجود في العيلة لازم تترك الام، ماتت الام، انتهى الموضوع، تاخد اختك وتهرب. ولكن اللي بيصير انه هو بيجمد وبيقعد بارضه، مستفز لابعد الحدود، مو طبيعي ابدا، شو مستفز. تعرف يا صديقي انه من غير المنطق يقوم ويقتل هدول الثلاثة بحكم انهم فايكنجز، وهذا الشخص ما ممكن انه هو يقوم يضرب ويقتل ويعمل ويساوي، ولكن الحالة اللي كان فيها ممكن هو تفاجئ من الواقع، ولكن مع ذلك ما حبيت، حسيت انه على اقل تقدير كان لازم يعمل عملية انتحارية، يهجم بشكل انتحاري يقتل حاله ينتهي الموضوع. هذا المنطق، يعني انت شو قد ما كنت ضعيف قدام الشخص القوي اللي قدامك، وتشوف انه ما امك ماتت، في حدا قتلها، وتشوف انه اختك متاخده بدها تروح، وتشوف انه اختك ماتت كمان قدامك، لازم تعمل شيء، لازم تقوم. ما بعرف انا، هي وجهة نظري، يمكن اكون شيء هذا متعلق فيني، شاركني رايك اكيد تحت في الكومنتات فيما يخص هذا الموضوع. طبعا الاحداث بعدها بنشوف انه بيتاخد هو مع مجموعه من الناس، وبنشوف انه راحوا لحتى ينباعوا كعبد لبعض الناس، وهون بيطلع شخصيه العم اللي كان موجود فعليا من الموسم الاول، اللي كان عم يبحث على ثورفين، واللي كان عاهد على حاله اني انا بدي اشوف ثورفين وارجعه للوطن. بنشوفه هو وعم بيبحث على ثورفين بنفس المكان يلي متاخد إينار فيه كعبد او كانسان لازم ينباع على اساس انه هو عهد، ومنشوفه العم هو عم بيدور على ثورفين. بتجي الشخصيه وبتقول انه انا لازمني واحد يشتغل عندي في المزرعه، فبيشتري له إينار وبياخده على مزرعته وبيقول له انه هي مزرعتي، بدك انت تشتغل هون. فبنتفاجئ انه هذا الشخص اللي بيملك المزرعه بيصيح لثورفين بيقول له تعال لعندي، بيتفاجئ إينار مع ثورفين. هون بتجي جمله تعتبر كمان جدا مهمه، انه ومن هنا بدات قصتي مع ثورفين. فمن الواضح انه الاحداث القادمه رح تتعلق في إينار وثورفين، ما بعرف ايش رح يجمعهم بالضبط، ايش رح يصير بالضبط، ولكن من خلال الوصف اللي موجود عنا فيه الموسم الثاني، ثورفين رح يبحث عن معنى لحياته. فهون نحن لازم نكون مدققين في نقطة انه ما تتوقعوا تشوفوا الملحمة اللي نحن بنعرفها عن فينلاند ساغا. الشيء اللي شفناه في الموسم الاول انا بستبعد انه نشوفه بنفس القدر، يعني المعارك اللي كانت موجودة، كمية الوحشية، الدماء، العنف، المعارك ذات نفسها مثل ما قلت لكم، ما اتوقع انه هي تكون موجودة في الموسم الثاني مثل ما كانت في الموسم الاول. اتوقع رح يكون الموضوع درامي اكثر، فلسفي اكثر في الموسم الثاني، انا هذا توقعي فيما يخص الموسم الثاني. طبعا لازم نثني على القصة اللي كان موجود في اول الحلقة، صراحة جميل جدا، كثير عجبني. ولازم نثني كمان على موضوع الرسوم اللي موجودة، واخص بالذكر النقطة اللي انا جدا عجبتني كانت من الموسم الاول لحد الان، الحمد لله انه هنن مركزين عليها، واللي هي رسم الاوجه. وقت اللي بتصير الكاميرا او بتتاخد لقطة فريم معين قريب على الوش، بتشوف ملامح الشخصية مرسومة بطريقة انه هي تعبر لك عن الشخصية. فوقت انت تاخد فريم قريب لوش اي شخصية من الشخصيات، يا بتشوف فيه الرعب، يا بتشوف فيه المزلة، يا بتشوفه كعبد، يا بتشوفه كفرحان، بتشوف التعابير من خلال الرسم. هاي النقطة تحسب جدا، وحمد لله انه هن لسه مستمرين فيها. هذا كل شيء كان بدي احكيه عن الحلقة الاولى من الموسم الثاني لانمي فينلاند ساغا. اكيد الاحداث يا صديقي رح تولع وتبدأ فعليا من الحلقة الثانية، فاذا بدك نستمر في المناقشات والمراجعات، ضروري جدا اذا عجبك هذا الفيديو تحط لايك عليه، تشترك تحت في القناة اذا حد الان مالك مشترك، وتنشر هذا المقطع لاكبر قدر من الناس العاشقة والمحبة لفينلاند ساغا تحديدا. هذا كان كل شيء عند هذا الفيديو، بشوفكم اكيد فيديو القادم. سلام عليكم.